شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم هجمات على موقع أو مواقع تابعة لحزب الله قرب العاصمة السورية دمشق في هجوم هو 21 في سوريا منذ بدء حرب غزة. وقال المرصد السوري إن الغارات استهدفت مواقع في بلدة الست زينب قرب دمشق، في حين قالت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية تصدت للغارات التي انطلقت من الجولان المحتل. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 52 مرة منذ مطلع العام الجاري، منها 37 استهدافا جويا و15 استهدافا بريا. كما تسببت تلك الضربات بمقتل 96 من العسكريين بالإضافة لإصابة 112 آخرين منهم بجراح متفاوتة، من بينهم 40 عسكريا من قوات النظام و31 من الميليشيات التابعة لإيران. وبحسب المرصد السوري تركزت معظم الهجمات على دمشق التي استهدفت 16 مرة أو استهدفت 16 مرة، كما تعرضت درعا ل11 استهدافا. ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن من كونفنتري. أهلا بك أستاذ رامي. يعني في البداية، ما التفاصيل لديك حول تلك الغارات التي شنتها إسرائيل على مواقع تقول أنها تابعة لحزب الله في سوريا؟ نعم، صباح الخير. نعم، تابع لحزب الله في محيط السيدة زينب، وتحديدا المنطقة الواقعة ما بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي. استهدف مستودع في تلك المنطقة ضمن المزرعة، واستهدف منزل في مزرعة، وحاجز يقع ما بين البحدلية والسيدة زينب، أو حاجز ما يعرف بمنطقة مدخل البحدلية، وهي جميعها حواجز إما تابعة للحزب أو المقرات أو تابعة للمجموعات الوالية لإيران. نتيجة هذا القصف دمر مستودع في تلك المنطقة، ويعني اندلعت النيران فيه وحدثت فيه انفجارات، بالإضافة لمقتل شخصين من جنسية غير سورية. لا نعلم إذا ما كانوا حقيقة الأمر هم من عناصر حزب الله أم لا، ولكن الواقع بأن الإسرائيليين في الاستهدافات الأخيرة التي كانت سواء في ريف دمشق أو كانت في حمص أو هذا الاستهداف، على ما يبدو بأنه تريد قتل عناصر من حزب الله، مثل ما فعلت في حمص قبل أيام، عندما حتى الإعلام الرسمي لم يذكر هذه الاستهدافات الغارة التي كانت قرب حمص، وقالوا بأنها طيب هل تسنى لها ذلك أستاذ رامي في هذه الهجمة الجوية؟ هل تمكنت فعلا؟ قتل في هذه الهجمة الجوية عنصر مقاتلان، ولكن هل هم من حزب الله؟ هل هم من مجموعات ولا لإيران أم لا؟ لكن قلت لك قبل أيام عندما كان هناك استهداف في محيط حمص، قتل 7 من عناصر حزب الله، اعترف فيهم من الحزب، ولم يعترف إعلام النظام بأن بالأساس كانت غارة على تلك المنطقة. لذلك أقول بأن الإعلام يعني تصدت الدفاعات الجوية للصواريخ الإسرائيلية، ولكن لم تحقق أي نتيجة بإصابة هذه الصواريخ. طيب، يعني كنتم أصدرتم يعني إحصائية لعدد الغارات والخسائر التي تمت على الأراضي السورية من منذ بدء هذا العام وحتى الآن. يعني الغارة الأخيرة كيف تختلف عن سابقتها؟ هي الغارة مرتبطة بالحرب على غزة. كل الغارات التي كانت التصعيد الكبير الإسرائيلي على الأراضي السورية يعني منذ 10 من الشهر الفائت وإلى الآن 21 غارة أو 21 استهداف إسرائيلي للأراضي السورية في إطار التصعيد وإرسال رسائل لحزب الله، أكثر وبعض الرسائل كانت للنظام كاستهداف المطارات، ولكن غارة أمس هي على ما يبدو استهداف لعناصر او استهداف لمزارع موجود فيها عناصر من حزب الله، اكثر من هي قضيه تدمير المستودع الموجود في محيط السيده زينب. لذلك اقول بان الامر بات في الاونه الاخيره من قبل اسرائيل محاوله قتل عناصر من حزب الله داخل الاراضي السوريه. طيب، ايضا استاذ رامي، لو تعطينا ردود الفعل والتوقعات، هل هناك مزيد من الضربات ربما مخططه ستحدث قريبا من قبل إسرائيل؟
الواضح بأن الردود دائما تكون على حزب الله داخل الأراضي السورية، وأيضا حتى لو كان هناك استهدافات في لبنان، ولكن الواقع بأن إسرائيل تعتبر سوريا هي الحلقة الأضعف، هي النقطة الأضعف في هذه المعادلة في المنطقة. هناك محاولات يعني من قبل الدفاعات الجوية تصدي للصواريخ الإسرائيلية، لكن الواقع هل سيكون هناك ردود من داخل الأراضي السورية على إسرائيل؟ قد تكون هناك بعض القذائف الصاروخية من المجموعات العاملة تحت أمر حزب الله في على الحدود مع الجولان المحتل باستهداف الجولان المحتل. طيب، يعني ما طبيعة الأهداف التي تستهدفها الآن إسرائيل؟ وهل هناك أهداف متوقعة قريبا أيضا يعني تكون داخل يعني المخطط الإسرائيلي للاستهداف؟ المخطط الإسرائيلي واضح بأنه كان يستهدف مستودعات، لكن الآونة الأخيرة مثل ما قلت لك بأن ال21 استهداف الأخير غالبيتها كانت إما لقتل عناصر أم لاستهداف المطارات ورد على القصف من داخل الأراضي السورية. هذا تطور بأن إسرائيل سابقا لم تكن تركز على العناصر، الآن باتت تركز على قتل عناصر أكثر من قضية تدمير مستودعات. إسرائيل تقول أنها يعني هناك تهريب سلاح من غزة، ما مدى صحة هذه المزاعم؟ تهريب سلاح إلى غزة من سوريا، يعني كيف يذهب السلاح من غزة من سوريا إلى غزة؟ يعني لا، يعني هذا كلام سخرية. إسرائيل هي تريد أن تقول رسائل واضحة للنظام بأن إذا ما اندلعت حرب سيكون الهجوم على درعا والقنيطرة، وقد يصل الهجوم الإسرائيلي إلى دمشق، لذلك النظام هو صمت كبير جدا ولا يحرك ساكنا في ظل ما يجري في غزة. طيب، الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، كنت معنا من كونفيتري، شكرا لك.